مرحبا بكم. يتعرض الأشخاص طوال القامة لكثير من المواقف الغريبة والمضحكة خلال أحداث اليوم العادي، ولا سيما عند اختيار شريك الحياة. واليوم سنتحدث عن بعض الزيجات الغريبة التي ارتبط فيها أشخاص غير مناسبين في الشكل الظاهري، ولكن الحب يصنع المستحيل. لمحة، العالم بين يديك. أليساني وكروز سليفا. يصل طول هذه السيدة إلى 203 سنتيمتر، وتعتبر أطول سيدة في العالم، وحاصلة على الرقم القياسي في موسوعة جينيس بفارق 41 بوصة عن صاحبة الرقم القياسي السابقة. وأحب أليساني سليفا وارتبط بها، ورغم كثرة المواقف المحرجة التي يتعرض لها هذا العامل، إلا أنه لا زال يريد الارتباط بها، ويقول أنه يحتاج إلى مقعد حتى يتمكن من تقبيل حبيبته. سلطان كوزين. كما يعرف الجميع أن أطول رجل في العالم هو التركي سلطان كوزين، ورغم شهرته إلا أنه كثيرا ما عبر عن حبه الدائم لشركته التي تستكمل معه الطريق. ورغم شهرته وظهوره في البرامج والجرائد، لكن هذا لم يشعره بالحب أكثر من إيجاد شريكة حياته السورية الأصل. ورغم الفرق الكبير في الطول، إلا أنهما يحترمان بعضهما كثيرا ويحبان بعضهما. شاكيل أونيل. لاعب كرة السلة الشهير شاكيل أونيل وصديقته السابقة ألكساندرا قد استحوذ هذا الثنائي على الكثير من الأضواء في الولايات المتحدة، وذلك للاختلاف الكبير في الحجم بينهما، وتعرضا لكثير من السخرية، فألكساندرا لا توازي حتى جزءا بسيطا منه. كيف يمكن أن يتزوج؟ حتى ظهر في أحد البرامج الشهيرة ودخلت وهي تحمل صديقها الضخم لترد على المشككين ويسخرون منهما دائما. كولي كارداشيان. تشعر دائما لاعبة كرة السلة كارداشيان بالخجل من طول قامتها المفرطة بين السيدات، ولكنها عندما وجدت هذا البرج البشري لاعب كرة السلة بدت بجانبه امرأة عادية ذات طول مناسب. وتقول كارداشيان أنها تعتقد أن هذا الرجل هو الشخص المناسب الوحيد لها في هذا العالم. بيتر دينكليج. بيتر هو أحد أبطال سلسلة أفلام Game of Thrones التي انتشرت في كل أنحاء العالم، وارتبط بيتر بسيدة جميلة من نيويورك، ورغم أنها تفوقه طولا إلا أنهما يشعران بالسعادة معا ويقيمان معا في نيويورك، إلا أنه هناك قلة دائما ما تقرر أن تفسد هذه السعادة عليهما بالسخرية من فرق طوليهما. هافتر بيونسون. يعتبر هافتر بيونسون لاعب كرة السلة وزوجته من أشهر الصور التي تعبر عن أغرب الزيجات. الفرق بين حجميهما كبير جدا، وكثيرا ما يتعرضون للسخرية، ولكن يعبر هافتر أنه يحب زوجته ولا ينتبه كثيرا لكلام الآخرين طالما يشعران بالحب والانسجام معا،